الجزائر توقف خط أنبوب الغاز العابر للمغرب. كما كان متوقعا، قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الأحد 31 أكتوبر الجاري توقف خط أنبوب الغاز العابر من المملكة المغربية صوب إسبانيا من خلال عدم تجديد الاتفاقية. في هذا الإطار، قالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تسلم اليوم تقريرا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية سونتراك بالديوان المغربي للكهرباء والماء الذي ينتهي اليوم 31 أكتوبر 2021 منتصف الليل. وأضاف البلاغ الذي اطلعت عليه أشكين أنه بعد استشارة الوزير الأول ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الطاقة والمناجم، أمر رئيس الجمهورية الشركة الوطنية سونتراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية وعدم تجديد العقد.